بخصوص موضوع انتقال الاتحاد السعودي، فانه القرار يتعلق بانه من اجل حسم مستقبله اكثر منه من اجل اراحه محمد صلاح في الفتره هذه. اعتقد الايام القادمه بتشمل بعض الاخبار بخصوص مستقبل محمد صلاح، سواء بالانتقال للاتحاد السعودي او البقاء في ليفربول. برشا اخبار متضاربه. الاتحاد السعودي متشبث بصلاح وتقريبا مستعد يحط كل المبالغ الماليه اللازمه من اجل ظفر باللاعب هذا. يعني هي مقابله المنتخب التونسي اكيد هي كما قلت نحكي منذ قليل الاختبار الحقيقي. والمدرب المنتخب المصري محتاج صلاح في مثل هذه المقابلات. مزبوط. اكيد لا يحتاجه في مقابله مثل مقابله الاولى المنتخب المصري اللي هي اعتقد انها تحصيل حاصل. نعم، على ذكر هذه المواجهة المرتقبة بين منتخب مصر ومنتخب تونس، تابعت بكل تأكيد موقف الأهلي من طلب عدم استدعاء لاعبي الأهلي الدوليين إلى المنتخب الوطني، وظهر بعدها التساؤل على مستوى ماذا عن اللاعبين المحترفين في الأهلي من الدول الأخرى زي علي معلول، زي بيرسي تاو، زي أليو ديانج. فطرح السؤال عن موقف علي معلول من مواجهة مصر وتونس باعتبار انه الاهلي على جانب اخر يطالب المنتخب بعدم خوض اللاعبين لهذه المواجهه بسبب مباراه الاهلي مع اتحاد العاصمه. هل من جديد في موقف جلال القدري في اشراك او عدم اشراك علي معلول في المواجهه؟ هو حسب المعلومات اللي متوفره عندي انه الاهلي المصري طلب من الجهاز الفني للمنتخب التونسي عدم دعوه علي معلول للمعسكر هذا لخوض المقابلات الاثنين يعني، لكن يبدو أن طلب هذا جوبها برفض لأنه علي معلول من منتظر يكون في الساعات هذه تقريبا التحق بمعسكر نعم. متاع المنتخب التونسي، يعني أنه التحاقه بمعسكر يمكن فقط هو نجم يكون الإجابة على السؤال متاعك، يعني مش يكون موجود في المقابلتين الاثنين يعني. نعم، أنا بشكرك جدا إسلام المؤدب الصحفي الرياضي التونسي، ومن خلال راديو إكسبرس أف أم نورتنا وشرفتنا.